تصبت خيام في المصلى أم الناس تصلى؟ هذا يسأل يقول أن صلاة العيد في المصلى أفضل، لكن إذا كان هناك عذر من برد شديد أو مطر، فهل الأفضل أن ننصب الخيام في المسجد في المصلى أو نصلي في البلد؟ الأفضل أن نصلي في البلد، لأن إقامة صلاة العيد في البلد عند العذر جاءت بها السنة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يصلي بالعاجزين عن الصلاة في المصلى في نفس البلد، ولأن هذا أقل تكلفا، ولأنه قد يكون شقة على الناس قبل أن يصلوا إلى الخيام، فالمصلى ليس بين البيوت حتى نقول يخرج الإنسان من بيته إلى الخيمة على طول، لا بد من مسافة، هذه المسافة يلحق الناس منها أذى ومشقة. نعم.